معنا من كلية شرطة دبي العميد الركن عوض العنزي قائد القوة الأمنية السعودية. عميد عوض، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. سأبدأ من ما انتهى إليه قبل قليل فهد بن عميرة حول أهداف المتوخاة التي يريد هذا التمرين الوصول إليها. ما هي هذه الأهداف والغاية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. التمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 2 هو امتداد للتمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 1 الذي يقيم في مملكة البحرين. أتى حسب توجيهات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون وبإشراف ومتابعة من أصحاب السمو وزراء الداخلية في مجلس التعاون. الهدف الرئيسي للتمرين التعبوي المشترك هو زيادة التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول الخليج، تعزيز هذا التعاون من خلال تفعيل الخطط الأمنية التي وضعت وتنفيذها على أرض الميدان في تمارين أمنية مشتركة. نفذ التمرين الأول والآن ينفذ التمرين الثاني مع اختلاف مصادر التهديد في كل تمرين. جيد، ما هي طبيعة هذه التهديدات والأحداث الطارئة التي تعامل معها التمرين 2؟ الحقيقة أن الأجهزة الأمنية وقادتها ترصد التغير الذي يحصل في مصادر التهديد الأمني أولا بأول، ويختار وينتخب من مصادر التهديد ما يؤثر بشكل مباشر على دول الخليج مجتمعة. فأنت تعلم أن الأمن في دول الخليج هو أمن مشترك بحكم الطبيعة الجغرافية والطبيعة السكانية والتلاحم الموجود بين شعوبها، ومصادر التهديد تهديد مشترك وموحد. لذلك اقتضت الضرورة بأن تكون التصدي لهذه المصادر موحدة وبشكل مشترك ومنسق على مستوى كافة الأجهزة في دول مجلس التعاون. هل لك أن تطلعنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذه التهديدات، عن المتغير بين تمرين 1 وتمرين 2؟ الحقيقة أن مصادر التهديد في التي روعي تنفيذ إجراءات مضادة لها في تمرين أمن الخليج العربي 2 تعتمد بشكل أساسي على التهديدات الموجهة للأمن الداخلي، التهديدات الموجهة للمصادر الحيوية في دول المجلس، وتعتمد بشكل برضو أساسي على التهديدات الموجهة للسكان وللتجمعات السكانية وللمصادر أو للأمور التي قد يتعرض لها المواطن في دول المجلس مما قد يعكر أمنه أو سلمه الأهلي. حجم الفرق الأمنية المشاركة في هذا التدريب، وهل شملت كل دول الخليج عميد عوض؟ الفرق المشاركة في تمرين أمن الخليج العربي 2 هي فرق تخصصية، فرق ذات طبيعة خاصة تختص بأعمال العمليات الأمنية الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالأمور الفنية والتقنية التي تسند وتعزز دور هذه الأجهزة التخصصية في مهامها. شكرا جزيلا لك من كلية شرطة دبي العميد الركن عوض العنزي قائد القوة الأمنية السعودية.